موجة أمطار جديدة تسبب في غرق شوارع وأحياء سكنية في البصرة وتعطل حركة المرور والنقل العام والخاص. فالبنى التحتية لأغلب مناطق البصرة غير مكتملة وتفشل أمام تحدي مياه الأمطار. فيضانات وبالذات يعني قلت لك هاي منطقة وبعد هوايكم مناطق يعني جاي تدخل بداخل المناطق يعني تشوف يعني والله يعني رداب بالوضع يعني فيضانات بالإضافة على أنه يعني سوء رداءة الخدمات كذلك البيوت قديمة ما تتحمل يعني المجاري أجلكم الله قديمة من زمان فمتهالكة يعني جاي تعيق حركة الطلاب والمواطنين واللي الكبار السن وجميع فئات المجتمع يعني مو بس يعني كل الناس يعني جاي تعاني. وتعاني مدينة البصرة منذ سنوات من عدم اكتمال البنى التحتية لتصريف مياه الأمطار وذلك لبعض المناطق التي تقع خارج مركز المدينة مما يؤدي إلى تراكم المياه في الشوارع وتعطل حركة المرورية مما يسبب معاناة للمواطنين الذين يجدون صعوبة في التنقل والوصول إلى أماكن عملهم ومنازلهم. تغلق الآن مجاري ماكو لا شبكة خفيفة ولا شبكة ثقيلة مثل ما نشوف هذه الحالة إن شاء الله تصوروا حتى تشوفون يعني بصورة أفضل. فالصراحة مثل ما نشوف قصات الطين المياه الآسنة فحقيقة يعني معاناتنا يعني لا توصف. معاناتنا فهم بضيم لا نقدر نعبر لا رجال لا مدرسة لا مرة تقدر تطلع لا سيارة تقدر كل الأمور ما نقدر تعبانين يعني حيل عملنا تعبان مالهم. معاناة ما يطب ويطلع بعد لا من بيته يطلع ولا شغلة يطلع ولا المدرسة يطلع يعني عالم قاعدة ببيته ساكتة. سبب هذه المشكلة هو نظام تصريف المياه القديم الذي لا يتماشى مع حجم النمو العمراني الذي شهدته المدينة خلال السنوات الأخيرة بالإضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لمواجهة هذه المشكلة وتحسين نظام التصريف في كل فصل. مصطفى الشمري، قناة تغيير، مدينة البصرة.